عايزين الشرطة تقف على رجلها، بس احنا عايزين حقنا من اللي قتل اخويا طبعا. تاني حاجة انا بقول للقضاء ان هو كلمة رب، يعني كلمة ربنا في الارض، واي حكم هيجي على لسان القاضي هو ربنا اللي كتب. انا بقول للقاضي حضرتك احكم بالعدل، اعرف ان اتشرد كذا اسرة من الاربعة دول، حضرتك يعني مش عشان ان هم مثلا ظباط او كده، احنا الحمد لله احنا املنا في ربنا كبير وفي القضاء كبير وفي رئيس الجمهورية برضو كبير، لاننا احنا اول ناس طلعنا علشان حكم الاخوان، لانهم طبعا يعني السنة دي احنا شفنا اربعة اتقتلوا في سنة، ما بالك بقى يعني لو قعدوا اكتر من كده. الحمد لله انا بطلب القصاص العادل، انا بطالب الرئيس السيسي اللي احنا انتخبناه كلنا وكلنا امل ان هو راجل عادل، يعني يتخيل ان دول ولاده. احنا عارفين ان المهمة على عاتقه جامدة قوي وكبيرة البلد كلها، لكن بالنسبة لانه ابونا كلنا واخونا الكبير، فيشوف مستقبل محمد ايه، مستقبل احمد ابن اشرف ايه، ده لاب ولا ام سنتين وثلاث شهور ما حدش سأل عنه، يعني يعتبروا حتى ابن شهيد، ابن ضابط جيش، ابن ضابط شرطة. انا محمد ابراهيم عبد الرحمن القاضي، ابن الشهيد ابراهيم عبد الرحمن القاضي. اللي شفته يوم الحادثة كانت الضباط نايمة في الارض الزراعية، كانوا مستنين ان العربية واحد اسمه الشنيرة تيجي. العربية اللي دخلت كانت عربية بابايا الله يرحمه، هما كان في واحد هناك اسمه عادل الرمادي وكان بيقول لهم ديت عربية ابراهيم القاضي. قام جاي عادل الجهري صاحب المصنع قال لهم لا هو ده الهدف، ضربوا طلقتين في الجو وبدأوا يضربوا النار في العربية. انا طلعت على صوت ضرب النار، قلت لمحمد فتحي انت بتضرب نار في عربية بابا؟ قال لي لا دي مش عربية بابا. قلت له لا والله انت بتضرب في عربية بابا. قال لي طب خش جوه بدل ما نايمك جنب. ورحت على العربية لقيت بابايا ومامتي وهشام الله يرحمه وعم اشرف شنتي، كانوا كلهم ميتين في العربيه. انا بطلب من القضاء يحكم بالعدل، بطلب من الرئيس السيسي انه يجيب لي حقي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا الحاجه امينه ابراهيم عبد الرحمن القاضي، اخت الشهيد ابراهيم القاضي، وانا يا اخويا ده اللي ربيته وهو صغير، كان بالنسبه لي ابن مش اخ، انا دلوقتي عايزه حقه. انا طبعا ربنا عارف ان شكلي انا من يوم ولدت تعبانه قوي، عشان انا نفسي يجي حقه، انما الضباط اللي عملوا فيه كده انا عايزه حقه منهم عشان انا استريح وهو كمان يستريح، لان احنا العيلة كلها من يوم ما مات وهي تعبانة نفسيا وبدنيا يعني. وبعدين انا يروحوا الجلسة امبارح يلاقوا الضباط واقفين بيحموا الضباط اللي قتلوه وقتلوا العيلة كلها، وبعدين قاعدين كده بدم برد كده. انا اولا الشرطة اللي قتلته، وطبعا الشرطة في الوقت ده تجاوزت حدودها، والرئيس السيسي احنا بنترجاه يجيب حق اخونا ومراته وابنه وابن اختي، دي اسره بحالها اتدمرت، كذا اسره اتدمرت من تحت راس هذا الموضوع. وطبعا هم رجال شرطه وعرضوا علينا فلوس قالوا شوفوا هتاخدوا كم مليون واحنا نديكوا وتتنازلوا عن القضيه. الحكايه مش حكايه فلوس، حكايه حق، حكايه ارواح. احنا طبعا بنبكي كل يوم من رجال الشرطه اللي بيموتوا والجيش اللي بيموت، واحنا هنقف جنب مصر ان شاء الله برضو لغايه لما نموت واحد واحد. والكلام ده انا قلته قبل كده، احنا ان شاء الله مش هنسيب حق اخونا. الادله الجنائيه طبعا مع شويه
الاثباتات مع الادله اللي كانت موجوده في ان حق ابراهيم كنا واسكن فيه، يعني ان هم كانوا بيدعوا من رجال الشرطه، يعني كانوا بيدعوا ان اثناء تواجد عربيه ثانيه مر عربيه ثانيه وكان في بلطجيه بيطاردوهم وكده. لا، الادله الجنائيه الحمد لله اثبتت ان الضرب من جهه واحده من اماكن تمركز القوات، ووجود العربيه موجود مرسوم، يعني مرسوم كروك لها، وضرب من جهه واحده بس، وكل الاشارات كانت بتقول ان في دليل بيقول ان العربيه نفس اللون وكده، بس الحمد لله رب العالمين. يعني هي الضرب كان واحد، لو في حد تاني كان بيضرب او متواجد كان يبقى الضرب من اتجاهين، لكن الرصاص داخل من جهه واحده طالع من جهه واحده. الرصاص كله ميري مسلم للوكيل النيابه في اثناء القتل، ان الرصاص المستعمل كله ميري، رصاص الشرطه، ومفيش اي رصاص تاني. هما كان اختراع كده، روايه اخترعوها بان مش عارف ايه، وجابوا سلاح الشمال ان هو كان بيضرب وكده، لكن هم سلاح كانوا هم مصنعينه او كان معاهم متواجد معاهم. وتقرير الطب الشرعي الحمد لله اثبت ان الضرب كان من مكان قريب جدا جدا، يعني مش بعيد، مش معقوله كانت البلطجيه هيضربوا قدام الشرطه مسافه 3 متر او 5 متر او 6 متر، الضرب قريب جدا من مسافه قريبه جدا.